السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا صباح الخير، يا مساء العافية على قلوبكم الطيبة. كيف الحال يا حلوات؟ يا رب تكونون بأفضل وأحسن حال إن شاء الله. أرحب بالمشتركين القدامى والجدد، أهلا وسهلا فيكم كلكم، نورتوني. عندي موضوع محيرني شويات وأبي مشورتكم فيه، تابعوني للأخير علشان تعرفون شنو الموضوع، ولا تنسون اللايك والاشتراك ومشاركة الفيديو مع حبايبكم. هنا على عصرية الجمعة جهزي ملابس خفيفة لكريمات اليومية والمكياج اليومي، راح أجهز حالي إن شاء الله وبروح بيت أهلي. ناويين بإذن الله نطلع نتسوق أنا ومي وخواتي، لنا وقت ما طلعنا مع بعض، فقلنا خلاص بما أن اليوم جمعة وكلنا موجودين نطلع نتسوق ونغير جو. هنا وصلنا وجهتنا الأولى، جزيرة التوفير، محل حلو وفيه من وإلى، في حق أطفال، بنوتات، أولاد، حق كبار، حريم، رجال، في شنط، حذيان، في أشياء يعني حلوة، بس أحس أسعارها نوعا ما مرتفعة، في حتى فساتين سهرات. وهنا شوفوا معاي جمال هالقطع، مرة حلوة، شوفوا ذي الأسواق، يجيك ماشا كذا على الشيفون، عجبتني هذه السودة مرة حلوة وباردة يعني مو ثقيلة. وهنا ذول البدلات اللي محبين فيها هالأيام، اللي تكون ما أدري كيف أوصف لكم، يعني ما تكون شادة على الجسم، تكون فضفاضة شوي، وتجي هي قميص وبنطلون، عجبوني بس أحس بصراحة يعني أسعارهم مبالغ فيها، 190 وقماشة يعني جدا عادي قطني، مع الوقت بيخرب. وهذا الكائن اللطيف كل ما هرب لمن طلع لنا، طبعا نهاية الطلعة زعل وطنقر علينا. وشو؟ وشو؟ ها؟ وشو؟ ليه؟ مثل ما قلت لكم طبعا المحل فيه اشياء حلوة بس تعتبر اسعارها مرتفعة، ومو توا يعني مرتفعة، يعني من قبل لا اتزوج كنت اخذ ملابس الدوام من عنده، واخذ احيانا القطعة على 90 95، مرة مرتفع، بس مضطرة يعني، لأن قبل ما في محلات كثيرة مثل الحين، يعني وين ما نروح نشوف محل مفتوح. وأنا بصراحة يعني أحب أتسوق من المجمعات اللي تكون متكاملة فيها من وإلى، يعني اللي تكون فيها ملابس طلعة، ملابس بيت، شنط، دكرام، حذيان، اللي فيها داخليات، يعني بصراحة يعني ما أحب أتسوق من المحلات الصغيرة اللي ادخل في محل واطلع في محل، لا ما احب، احس بصراحة يعني تدوشني ولا اعرف اتسوق. فمثل ما تشوفون يعني اغلب شيء انا اروح مجمعات يعني. وشوفوا معي جمال هاللبسة، احسها تناسب كذا اجواء بحر، مرة خفيفة وحلوة. وهنا امي وخواتي كل واحدة تشاور الثانية شنو تاخذ وشنو ما تاخذ. طبعا انا ما اخذت شيء لان ما كنت محتاجة، يعني لاني انا اقضي حق عيد الاضحى مع عيد الفطر مرة واحدة. وبعد ما خلصنا من قسم الملابس جينا لقسم الشنط والحذيان والتذكران. شوفوا معاي هالحذيان مرة حلوة، في منها الوان، احب هذا الستايل يكون كذا مريح، في اشكال والوان، ومرة هذا الستايل أحبه. وهنا الجوارب اللي ما نقدر نقاومها،
كل ما قشينا منهم ما نكتفي، أشكال وألوان ومرة حلوين، يعني جودتهم كويسة. شوفوا مع الجمال مرة حلوات. وهذه الشنط اللي هبين فيها البنوتات هالأيام، اللي تكون كذا زي القماش. وشوفوا ما يستاهل هالشنطة، كمان هذه الشنطة مرة حلوة معاها محفظة. شوفوا معاي جمال هالشنطة، أنيقة وخفيفة. وهنا جينا لوجهتنا الثانية، زوايا الهزاز. طبعا الطلعة ما تحلى إلا لما يكون فيها محلات مواعين. شوفوا معاي جمال هذه الأركب، مرة حلوة. يجي كذا طقم كامل، بيالات، فناجيل، صحون حق البيالات، مرة حلوين. جمال هالكوب، طبعا يبغونها كرادي وأطقم. طبعا الصحن مع الكوب تقريبا 5 ريال و75 دولار، ولو حابين تاخذونها طقم كامل. وهنا مداخلة بنت اختي تقول هذا يصلح لشاي الصبح. شوفوا جمال هالأكواب، مرة حلوات. أنا عجبوني هالأكواد، ناوية إن شاء الله آخذ واحدة حق الحليب، لأن اللي عندي معدنة. وعجبيني هذول تكون فيهم ماسكة خشبية. شوفوا جمال هذا، طبعا هذه في منها رمادي وبني، سعرها 13 ريال تقريبا، 80 هللة. أيوة. البنت تعرف شنو تحب خالتها، كل شوي طالعة لي كوب وتقول لي هذا كشخة. بس والله ما ألومها، يعني جمال الأكواب لا يقاوم. شوفوا معي هالجمال، أشكال وألوان. شوفوا معي هالستايل، مرة حلو. أحسها يصلح مشروبات باردة. وشوفوا معي هذا الكوب الأنيق، مرة حلوة أشكالهم، وحتى علبهم حلوة تنفع تكون هدايا. شوفوا معي جمال هالأباريق، مرة حلوات، بالذات هذا الأول ستايل ريفي.
وهذا بعد ستايله حلو، بس مثل ما قلت لكم انا صراحه اخاف من القزاز اللي كذا، اخاف اشتري وينكسر واتحسف عليه. وشوفوا معي جمال هالبريق هالصغنون، سعره 11.5 ريال. يجنن. وهذه الأباريق المعدة مرة حلوات، بس دايما أشوفها مصدعة. أخذنا فاصل لذيذ نبرد على قلوبنا ونكمل جولتنا. وآخر شيء جينا إكسرا، أنا وقتي إن شاء الله ناويين ناخذ لنا جوالات، فمحتارين بين الجالكسي إنترا وبين الآيفون 14 برو، وأنا بصراحة محتارة يعني، فأبي رأيكم، أي واحد أخذ اكتبوا لي بالكومنت أي واحد. طبعا الكل يمدح تصوير جالكسي إنترا، وأنا بصراحة مو متعودة عليه، فهذا اللي محيرني وأبي رأيكم. وبس يا حلوات وصلنا لنهاية الفيديو، لا تنسون اللايك والاشتراك ومشاركة الفيديو مع حبايبكم. إلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله.